السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصتنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدوا شي كوان خاوي، ديروا الكيت وطفيوا الضو. مشينا. الناس خير كيهضروا صافي، ما عرفوش داكشي اللي دزنا منه كامل باش نولدو. وصلت الوقيتة ديال السبوع، ولكن داك السبوع داز في شكل وقعوا فيه غير الكوارث. الحولي اللي كنا غندبحو عليه نقز من السطح وطاح للزنقة، وما جاو فين يدبحو حتى كان مات. الوالدة كانت كتوجد رفيسة وداكشي اللي كيديرو في السبوع. عطات واحد القصرية للوالد وقالت ليه طلعها للناس، حيت كنا دايرين السبوع في دارنا، في الدار اللي تزاديت فيها وكبرت فيها. حكيم قال لي نكري وقاعة وداكشي، ولكن الوالدة قالت لي ها السطح قدو قداش نديرو فيه السبوع. ولكن داك السبوع ما داش كيف ما توقعنا. الوالدة كانت كتصايب الرفيسة وكتعطيها للوالد والدراري باش يتسخروا ويطلعوها للفوق. كنا كاسين ما علينا ما بينا حتى سمعنا الوالد كيغوت. ناض كلشي كيجري لعندو، لقيناه طاح في الدروج وديك القصرية كاملة تقلبات والوالد تهرس من رجليه. داك السبوع وقعوا فيه غير الكوارث، ما داز حتى حمدنا الله وشكرناه. الوالدة كانت ديما كتقول لي ولدك منحوس، لدرجة أنني ما بقيتش كنمشي لعندها غير باش ما نسمعش ديك الهضرة. بقى كان عقل نهار اللي ديت عدنان يجلب، داروا ليه الجلبة ولكن ما بكاش بحال إلا ما حس بوالو، لدرجة أن الفرمليات تصدموا وتفاجئوا وقالوا لي فشي شكل هاد الولد عندك. زيت ولدي ورجعت بيه للدار، حيت ما بقيتش كنتحمل شي واحد يقول لي ولدك ماشي طبيعي. وصلت الوقيته اللي خصنا ندخلو عدنان للروض، ولكن ما دازت حتى سيمانه بداو كيتشكاو منه وكيقولوا لي بلي ولدك صعيب وكيضرب الدراري الاخرين، لدرجه واحد البنت خشى لها اصبعو في عينيها. شحال غوتو عليا والديها وكيقولوا لي بلي ولدك ما مربيش. انا ما كنتش كنتحمل نسمع شي كلمه خايبه على ولدي، ولكن بيني وبين راسي بالفعل كنت كنقول ولدي ماشي طبيعي. يمكن هادشي بسبب داك الكلمه اللي درتو قبل ما نعاشر راجلي. عدنان كل ما كبر كيزيد يصعب كتر، نونوس اللي شرينا ليه كيطير ليه راسو. باقي كان عقل واحد المرة كانت عنده 4 سنين، راجلي كان مربي واحد الفريخات وسد عليهم في القفص. انا كنت في الكوزينة، ما بقيتش كمشي للجمعية قليل فين كمشي، حيت تربية عدنان جاتني صعيبة. مشيت للصالون فين خليت عدنان ونلقاها شاد هذوك الفريخات كل واحد في يد وبارك عليهم بيدي وقجهم. ما جيت فين نقول ليه تلقاهم حتى كانوا ماتوا بجوجهم. لاحهم في الارض وبدا كيعفط عليهم وانا كنقول ليه لا، كنبكي وكنشد فيه وكنقول ليه علاش انت ماشي بحال الدراري الاخرين. حتى فرحت باللي تزاد عندي ولد، علاش ما يكونش بحال الدراري الطبيعيين. هزيت كفوفي للسما وبديت كندعي كنقول علاش يا ربي هادشي كله، واش ما نستاهلش يكون عندي ولد عادي. ملي جا حكيم تعصب بزاف، لقى الفريخات ديالو ميتين، غوت على عدنان وضربو. والغريب في الامر ان عدنان ما بكاش، وخا الدراري الصغار غير كتغوت عليهم كيبداو يبكيو. كان كيعجبو يعذب الحيوانات، ملي كنكون خارجة معاه وكيشوف شي قطة ولا شي كلب كيمشي كيجري لجهته وكيبدا يضرب فيه باش ما كان، سواء بالحجر ولا بيديه. هاد الولد ما حدو كيكبر هو كيزيد يخلعني كتر، اما ملي كيسمع القران ولا صوت الاذان كيبقى يسد فودنيه باش ما يسمعش، اولا كيبدا يغوت واحد الغوات خايب، ماشي بكا ولكن غوات. بقى كان عقل واحد النهار جات عندنا اختي وجابت معاها بنتها. ديك الساعه عدنان كانت عنده 6 سنين وكان داك العام غندخلو للمدرسه. خليت معاه بنت اختي كيلعب هو وياها في البيت. شويه حتى كنسمعو غواتها مشينا كنجريو انا واختي لعندها، لقيناه شاد في يدو شعرها قطعو لها كامل. قلت ليه منين جاك المقص، واش داك تهزو؟ حيدتو ليه وبديت كنضرب فيه وكنغوت عليه. بقيت كنقول ليه بكي، علاش ما كتبكيش؟ بكي بحال الدراري الاخرين، واش باغي تحمقني؟ اختي ملي شافتني كنعطيه داك الضرب تخلعات وقالت لي بارك عليه، بعدي من الولد راه باقي صغير. قلت لها بغيتو غير يكون بحال الدراري الاخرين، راه عذبني بزاف وليت كنتمنى كون غير ما ولدتوش كاع. من تماك ما بقاتش كتجي عندي اختي ولا بنتها، وحتى الوالده والوالد ما كانوش كيجيو لعندي.
عدنان كان قبيح بزاف، ما كيحترم لا كبير ولا صغير، حتى من مات حكيم باش كانت كتجي عندنا كيبدا يشير عليها بالصنادل وكيقول لها خرجي علينا ما كنحملكش. هي رجعت اللوم عليا انا، كتقول لي الولد كيسمعك كتقولي هاد الهضره عليها ما كيحملنيش. عييت ما نشرح ليها انا وحاكم ولكن وما بقاتش كتجي. وصلت الوقيته اللي غندخلوا فيها عدنان المدرسه، العائله ديالي كاملين اعترضوا وقالوا لي بلي الولد عصابي ومشي طبيعي، ما بغاونيش ندخلو، ولكن حاكم قال لي ولا بد ندخلوه حتى لين غيبقى في الدار. وداكشي علاش اتفقنا. ديك العشيه مشينا شرينا لعدنان كاع داكشي اللي غيحتاج، حوايج جداد، شكاره، وكاع اللوازم اللي طلبوا ليه في المدرسه. قيدناه في واحد المدرسه بريفي ما بعيداش على الدار بزاف. رجعنا في الليل كيف العاده، تعشينا ومشينا باش نعسو. ديت عدنان لبيتو ودخلنا حنا لبيتنا. ضربتني فيقه مع ديك ثلاثه د الليل، كنسمع الباب كيتحل علينا. فقت وانا ضايخه وبديت كنحك في عينيا، ملي شعلت الفيوز تصدمت، بلي عدنان واقف في باب البيت حل علينا الباب وعينيه مقلوبين كيدير شي اصوات في شي شكل. شويه وهبل ليا نيفو هابط بالدم، انا كنغص حكيم بشويه باش يفيق. ملي فاق وشافو في ديك الحاله حتى هو تخلع وقال لي الولد واقيلا مريض خصنا نديوه للطبيب. مشى حكيم لعندو وشدو من يديه وقال لي يلا ولدي تنعس في بيتك. هو يعضو من يدو حتى بدا كيغوت، مبغاش يطلق منه، بزز حتى في يديه. قلت لي على هاد الحساب ما خصوش يمشي للمدرسه غدا، غديو لشي بسيكياتر هو اللي غيصلاح ليه. قال لي الولد باقي صغير، اجدانا حنا لشي بسيكياتر غيخرج ليه قوه الدوايات. قلت لي حكيم واش ما لاحظتيش راه من صغره هو ماشي طبيعي، من صغره هو مهدن وفي نفس الوقت كيدير شي تصرفات كيخلعو، ما كيبكي بحال دراري صغار، ما كيلعب بحالهم، ما كيخاف، وانا هادشي كيخلعني بزاف. مشينا ديناه لبيتو وشربناه واحد الدواء اللي كينعس. بقينا حداه ديك الليله انا وباه، ما قدرناش نخليوه في ديك الحاله. غد ليه في الصباح مشينا لعند واحد بسيكياتر كان معروف في المدينه ديالنا. حكيم غير وصلني عنده ومشى في حاله للخدمه، بقيت معاه غير انا بوحدي كنتسنى النوبه. وصلت نوبتنا ودخلنا، بدا كيدير ليه شي اختبارات ولكن الدري كان بحال مرفوع ما كيتجاوبش مع الطبيب. قال لي شكيت بلي عنده التوحد، حط ليه شي العاب قدامه وكيتسنى يتفاعل معاه. شويه هز عيني في الطبيب قدامي قال لي بغيت الدم جيبوا لي الدم. الطبيب براسو تخلع وقال لي اول مره غتجيني شي حاله بحال هكا، يقدر يكون عنده حتى الصرع. بغيت نسولك شي اسئله. لا قلت لي سولني. واش فايت ليه شاف الدم اولا شي حد تضرب اولا شي ذبيحه ولا شي حاجه هكا؟ قلت ليه لا ما عمره ما شاف هادشي، ولكن هو عنده واحد العدائيه خايبه ضد الحيوانات وحتى ضد الناس، لدرجة انه ما كيتحمل حتى شي واحد يتزاد علينا في الدار، حتى الا كان حيوان كيقتلو ولا كيخرجو. شويه وانا كنهضر مع الطبيب بان ليا عدنان كيشوف في السقف وكيضحك بحال الا كيهضر مع شي واحد. قال لي المهم انا خرجت له شي مهدئات ولكن خاصك مازال تجيبيه عندي حيت الحاله ديالو نادره بزاف. زريت عدنان من يديه اللي كان مازال كيشوف الفوق. رجعنا للدار، قلت لي حكيم قلت لي حتى تجي ونعاود لك شنو قال لي الطبيب. في ديك العشيه جات لعندي ديك صاحبتي اللي كانت مشات معايا لعند داك السحار، جلسنا انا وياها حاطه الصينيه داتاي وكنهضروا. قالت لي كيف بقى ولدك؟ قلت لها غير سكتي بلا ما تسوليني، راني ديتو اليوم عند بسيكياتر وما فهمتش كاع الحاله ديالو. بقينا جالسين شويه وانا نقول لها فكرتيني خاصني نمشي نطلع عليه نشوف واش كيدير، حيت وصاني الطبيب ما نخليهش بوحدو. اللي مشيت ما لقيتوش في البيت، عييت ما نقلب عليه والو، بقات لي بلاصه وحده وهي الطواليط، ولكن الضو كان فيها طافي. حليت الباب ديال الطواليط، شعلت الضو، لقيتو جالس في البينوار وهز راسو الفوق وكيشوف عاوتاني في السقف وكيضحك. قلت لي عدنان شنو كدير هنا؟ جات ديك صاحبتي حتى هي شافتو وقالت لي لا اختي راه ولدك ماشي طبيعي، خاصنا نرجعو لعند داك السحار ونفهمو منو شنو واقع. قلت لها واش حماقيتي؟ اجا ما رجعني حتى لتما
وزيدون شكون قال لينا بلي مازال ساكن في ديك البلاصه؟ قلت له صافي بركه من الهضره واجي عاونيني. هزينا عدنان من البينوار، كان كيغوت وكيتركل بوحدو. عنقتو قلت لي عافاك ولدي لما تهدم، بقى هكاك حتى سخف ليا بين يديا. هزيتو وديتو لبيتو باش ينعس. صاحبتي قالت لي نخليك دابا، خاصك ضروري تشوفي شي حل، وإلا قررتي ترجعي عندك خونا غنمشي معك. قلت لها واخا شكرا. جا راجلي حكيم وشرحت ليه كاع داكشي اللي قال لي الطبيب، وقال لي لا راه ولدي طبيعي، انتيا كتبقاي تزيدي فيه، غدا غنديوه للمدرسه وغيتاقلم مع الدراري. قلت لي راني خايفه عليه، قال لي ما عندك مناش تخافي، غنوصيو عليه الاساتذه وكل شيء غيكون هو هذاك. نغد ليه صباح عدنان عادي، صباح مهدن كيف العاده ديالو. وقلت لي انا غنديه للمدرسه، وداكشي اللي كان ديتو وصيت عليه الاستاذه اللي تماك. وقلت لها عافاك حاولي ديريه مع شي مجموعه، حيت ما كيتواصلش بزاف مع الناس وما عندوش الصحاب نهائيا. قالت لي صافي كوني هانيه. دازو دوك الايامات الاولى عادي، حتى شي واحد ما كيتشكى منه، حتى كملت تقريبا شهرين وهو في المدرسه، ما كانش كيتفاعل نهائيا في القسم. هادشي اللي قالوا لي الاساتذه ديالو، هما كيشرحوه هو غير ساهي، كيشوف في السقف وبعض المرات كيشوف على برا. حتى لواحد النهار كنت في الخدمة ديالي وما يعيطوني، مشيت كنجري، دخلت البيرو ديال المديرة وكان حتى عدنان تماك. قلت لها يا كلاب اشنو دار؟ قالت لي يا سمحي لي ولكن ولدك ما خصوش يدخل لهاد المدرسة، حيت ولدك ماشي طبيعي، كيشوف شي حوايج اللي ما كنشوفوهمش حنايا، كيكون جالس في القسم حتى كيقول ليهم اما والدي جاوا باش يديوني. وعاد ديما كيضرب الهمد اللي معاه، ما كيخلي حتى شي واحد في التيقار، وكيقول لينا بلي المدير القديم واللي مات هادي 8 سنين تقريبا مازال كيجي لهاد المدرسه، كيقول بلي هو كيقدر يشوفه. وانا هادشي ما نقدرش نصبر عليه في هاد المؤسسه، حيت الوالدين كيحطوا فلوس صحيحه باش يقريو ولادو ويربيوهم. سمحي لي نقول لك هاد الولد ما نقدرش مازال نقبلو عندي، تقدر يديه لشي مدرسه اخرى. عييت ما نحاول نلقى شي حل مع المديره ولكن والو. انا من الاول كنت عارفه بلي ما خصنيش ندخلو المدرسه، جريت عدنان من يديه وتمينا خارجي. تنفكر مع راسي وكنقول يا ربي شنو خصني ندير دابا، شداني كاع نولد، شداني كاع نمشي لعند داك الراجل ولا نعرفو. في ديك اللحظه طاح ليا البلان ديال انني نرجع لعندو في راسي. صونيت على صاحبتي وقلت ليها خصنا نمشيو لعندو، ضروري خصني نلقى شي حل لولدي، يمكنش نخليه في هاد الحال. تلاقيت بيها وديت عدنان عند والديا خليته عنده، خواتاتي كاملين كانوا كيخافوا على ولادهم منه، حتى الوالده ما كانش كيعجبها تقابله. قلت لها غير خليه في البيت وردي ليه البال. شدينا انا وديك البنت الكار من بعد ما علمت حاكم وقلت ليه بلي نقدر نتعطل، ووصيتو باش منين يجي من الخدمه يدوز على عدنان. وصلنا لديك البلاصه وتمينا طالعين في دوك الجبال، وصلنا لدارو بدينا كندقو الاولى الثانيه الثالثه، عاد حلينا الباب. فكرني في اول مره غادي نجي لعندو، ديك العين اليسريه عاد مازالت تمحات ليه، كيشوف فينا بديك العين اللي عنده وكيطلع فينا ويهبط، وقال لينا نتوما، بقى عاقل علينا. دخلنا لعندو وجلسنا، ما نكذبش عليكم غير كنت كندخل ديك الدار قلبي كيتشد عليا، كانوا كيجيوني شي اصوات في راسي وما كنحس براسي بوحدي، كنحس بحال شي واحد كيشوف فينا. قال لي فاش نقدر نعاونك؟ واش ما ولدتيش ولا شنو؟ قلت ليه لا بالعكس ولدت، وكون غير ما ولدتش، الولد زاد ماشي طبيعي، عدواني من صغره وكيدير شي حوايج اللي الناس الكبار يخافوا يديروه. بقى ساكت وقال لي انا المهم عندي هو خليتك تولدي، ياك داكشي اللي بغيتي وصلتك ليه، ما عندي فاش ننفعك دابا، بقيت كنرغب فيه انا وديك البنت اللي جات معايا. قال لي ما يمكنش نعطيك شي حاجه، خاصني نشوف الولد. قالت لي صاحبتي نوضي صافي يلا نمشيو حتى نعاودو نرجعو عنده. راجعوا الطريق كامله وانا كنبكي. وصلت للدار لقيت حاكم مصادع مع عدنان، منين سولتو مالك قال لي دوك المحابق اللي كنا حاطينهم في البالكون شير بيهم كاملين للزنقه، كان غيضرب واحد الراجل
على شوية ما قتلو. أنا أصلا جاي عيانة والله اللي عالم بيا، وهو زاد كمل عليا بديك الهضرة اللي قال. مبقيتش قادرة نتحمل طرا شي حاجة، هاد الولد كرهني في الولاد، كنت كنتهنى منو غير منين كان عطيه دوك لي كالمون اللي عطاني الطبيب، كيتهدن وينعس. غد لي عاوتاني خليت حاكم غير مشى الخدمة، وانا نوض فيقت عدنان وتحركت لعند صاحبتي. طريق كاملة وعدنان كيدير فيا شي شوفات كيخلعو، ما قدرتش حتى نسوق، عطيت لصاحبتي هي تسوق وانا رجعت للور حداه. وصلنا مشينا عند داك الراجل، ملي دخلنا وشاف عدنان تخلع، قال لي واش هذا هو الولد؟ قلت لي اه هو هذا. قال لي ما عمر ما طرات لي شي حاجه بحال هكا، ديما الناس اللي كيجيو عندي كيولدوا ولاده طبيعيه، يمكن غلطتي في الطقوس ولا شي حاجه، او لا يمكن منين كنتي في المعاشره الزوجيه كانوا الجن حاضرين حتى هما ودخلوا بيناتكم، وهادشي قليل فين كيوقع. قال لي شدوه ليا، شدينا عدنان انا وصاحبتي وهو كيتنطر لينا، دار لي شي حاجه في جبهته، شويه خدا واحد الخيط معلق فيه شي حاجه بحال شي عماره ديال السنسله، ولكن كان الشكل ديالها غريب. علقوا ليه في عنقه وقال لي هذا وياه كيحيدو على الاقل حتى يكبر بيد ما لقاو ليه شي حل. قال لي هذا غيخليه يتهدن وفي نفس الوقت غيخليه طبيعي، بشويه بشويه غيرجع ولد عادي. قلت ليه ان شاء الله، شكرتو وزدتو شي بركات الفلوس وخرجت انا وصاحبتي. صراحة طرق كاملة وعدنان مهدن وما دار حتى شي حاجة غريبة، كان غير كيطل من الشرجم وكيشوف شي بلايص بعاد. وصلنا للدار، حكيم ما عجبوش الحال، قال لي فين كنتي؟ دست عليك الخدمة وما لقيتكش، وعلاش ديتي عدنان معاك؟ قلت ليه شغان نقول لك يا حاكي، عقلتي ديك الليلة فاش قلت لك سير دهن داك الشيء في الحمام؟ قال لي اه. قلت لي حتى انا دهنت منه، مشيت لعند واحد السحار وهو اللي عطاني داكشي، وعطاني حتى واحد طلسم رسمته في اليسار وفرشته في فراشنا، وفي ديك الليله كنظن حملت، ولكن ما كنتش متوقع نوصلوا لهادشي كله. حكيم تعصب وقال لي علاش ما قلتيش لي هادشي؟ قلت ليه ما عنده فاش ينفع دابا، اللي وقع وقع. قال لي انت عارفه انا ما عنديش مع هادشي الشعواده. ديك الليله جمع حوايجو وخرج مشى لدار والديه. بقيت انا وعدنان الراس في الراس، وكنت صراحه مخلوعه منه، ولكن قلت بما ان داك الحجاب معلق ليه في عنقه ما عنده فاش يأديني. ديك الليله نعست بوحدي في البيت، كنحس بشي حاجه ماشي حتى لتما، البيبان ديال البلاكار كيتقرقبوا بحال الا شي واحد في الداخل ديالهم، بداو كيبانوا ليا وكيتصوروا ليا شي اشكال اللي ما نقدرش نوصفهم، عمرني ما شفت في حالو. ما تصوروش الخلعه اللي حسيت بيها، عيت منصوني الحاكم ولكن ما كانش كيجاوبني. قوت ما تخلعت حليت البالكون سديت عليا من برا وبت ديك الليله فيه، حتى عدنان ما قدرتش نمشي نشوفه حتى صباح الصباح. صباح الصباح مشيت باش نطلع على عدنان، لقيتو جالس فوق فراشه اللي حليت الباب دار شاف فيا، قال لي ها هما جايين ليك. في ديك اللحظه كلشي تخلط عليا، ركابيه فشلوا عليا، مبقيتش قادر نوقف عليه، وحتى صوته كان مبدل، كان بحال صوت شي راجل كبير. قوت ما عدنان ما كانش كيهضر بزاف، كان صوته فيه واحد الهيبه في شي شكل، ولكن دابا صوته كان كيخلع. قلت ليه شكون اللي جاي ليا؟ عاودها مره اخرى وقال لي ها هما جايين ليك. انا في ديك الساعه ما عرفت شنو غندير، واش نخرج نهرب في حالي ونخليه بوحدو ولا شنو ندير. شويه دورت وجهي وانا نلقى داك الحجاب اللي كان معلق ليه داك السحار مرمي في الارض. قلت لي علاش حيدتي هذا؟ قال لي راه خنقني، مشيت هزيته بالزربه وغاديه به فاش نديرو في عنقه. شويه كنسمع الحس ورايا، ملي درت لقيت واحد المراه كانت لابسه كلها كحل وعينيها خارجين فيا ووجهها مشوه. في ديك اللحظه غوت غوته وحده، قلبي كان غيسكت، ما حسيت براسي حتى طحت وغيبت. ملي فقت لقيت غير حاكم اللي حدايا، قال لي على سلامتك. قلت لي شنو وقع؟ قال لي نسولك انت شنو وقع؟ انا يلاه جيت ولقيتك طايحه في الارض، وفين هو عدنان؟ علاش ديتي لداركم عاوتاني؟ قلت لك الولد خصو يبقى يبات معانا، راه حنا اللي ولدناه وحنا اللي خصنا نربيوه. قلت
لي ما ديتوش لدارنا، راه كان هنايا. قال لي كيفاش كان هنا وفين مشى؟ قلت لي ما عرفتش. شوية حتى كنسمعوا الجيران كيصونيو علينا. اللي خرجت حليت الباب، قالوا لي اعتقي ولدك راه جالس فوق السور ديال السطح. طلعنا كنجريو للسطح، وبالفعل كان جالس تماك ومدلي رجليه للزنقه، والدنيا عامره وكل شي كيشوف فيه. قلت لي عدنان ولدي شنو كدير؟ كنت مخلوعه عليه بزاف، وفي نفس الوقت مخلوعه منه ومن هالتصرفات اللي كيدير. الناس بداو كيعيطوا للوقايه المدنيه. شويه هو يوقف، ما بقاش جالس فوق السور، وقف وبدا كيتمشى عادي بحال الا ما خايفش. ما فهمتش هاد الولد هذا منين جاي. حكي مشى كيتسلت من اللور ديالو وشدوه بطول عنده، واخا بدا كيتنطر ليه. انا في ديك اللحظه مشيت قربت حداه ودرت له داك الحجاب في عنقه. ما كاملش حتى 10 ثواني ويسخف. حكيم قال لهم صافي فرقوا علينا هاد الشقلة، رجعنا دخلنا للدار. حط عدنان في بيته وجا لعندي كيلوم فيا وكيقول لي انتي السبب في هادشي كله، اش داك الشي سحار؟ ياك النهار الاول قلت لك بلي الولاد كيجيو من عند الله، وزيدون انا كنت باغي كيف ما انتي، وكنا كنحاولوا، وحتى كون ما جاوش كون رحنا عايشين بخير، حسن لينا من هاد العذاب كله. قلت لي ما تخافش، راه داك السيد عطاني واحد الحجاب اللي غيخلي عدنان يتهدى ويولي طبيعي. قال لي اش كتخربقي، بغا تحلي مشكله بمشكله اخرى. قلت لي ثق بيا حكيم وعاوني، هذا راه ولدنا بجوج، وانا كنت باغا غير نفرحك. دازو ايام وجاو ايام وحنا على نفس الحال، طراو بزاف د الحوايج، منهم اللي قل من هاد الشيء ومنهم اللي كثار، واللي صعيب عليا نعاودو حيت اثروا ليا بزاف على حياتي. كبر عدنان وكمل تقريبا 16 عام. انا في ديك الايام مرضت بزاف، واللي شافني شحال هادي وشافني دابا ما يقولش بلي انا نفس الشخص. وحتى حكيم ولا ديما معصب وما بقاش كيدخل للدار، ما بقاش قادر نعيش مع هاد الولد. كرهتو وكرهت النهار اللي ولدتو فيه، لدرجة ما بقيتش كنحس به ولدي، ما بقيتش اصلا كنحس به من البشر. بقى كنعقل داك النهار اللي سمعتو في بيتي، ملي دخلت عندو لقيتو جاب داك ليزار، ليزار اللي رسمت فيه الطلسم، كان حاطو في الارض وواقف عليه مغمض عينيه وكيقرا شي حاجه. اللي دخلت عليه وقلت ليه شنو كدير، ما تصوروش كيفاش ولا وجهود سيف عليا، عينيه ولاو في شي شكل بحال الا ماشي هو. زاد خلعني كسر، وحتى صوتو كان غليظ بزاف. شويه حل عينيه وقال لي طال الزمان ولا قصار غادي نقتلك، هما بغاوك تموتي، انتي ما وفيتيش بالعهد، انا غنرجع عندهم، انا ديالهم، انتي غتموتي. ديك اللحظه ما عرفتش، خرجت كنجري بالحوايج اللي عليا، ما جيت فين نخرج مع الباب حتى شدني. كان الباب محلول ولكن طيحني الارض، كان قوي بزاف بحال الا فيه 10 رجال. طحت في الارض وهو واقف وعافط لي على يدي. قلت يا ربي شديني عندك وتهنيني من هذا الشيء، ما بقيتش قادر نتحمل. انا الصح درت ذنب كبير، ولا كيبان لي الحل يا اما نموت انا ولا يموت هو. دفعته من عليا ونط مشيت للكوزينه كنجري، هزيت واحد الموس. هو جاي لعندي بشويه، وفي كل خطوه كيدير قلبي كيزيد يضرب. بديت كنغوت على الجيران، كنغوت بحر جهدي. شويه حتى تحل الباب سمعت شي وحدين داخلين، كانت ديك صاحبتي اللي جابت السحار وجات. تصدمت حيت دازو سنين وما شفتوش فيها، وحساب لي بلي نسى كاع داكشي اللي اتفقنا عليه، ونسى ما يلقى شي حل باش يعالج ولدي. في ديك اللحظه الولد نساني انا، ولا كيشوف غير في داك السحار قدامه بحال الا كان عارف بلي جاي باش يقضي عليه. كلشي داز بزربه، حتى بان ليا طايح ودماياتو كتسيل. ولدي قتل داك السحار، انا وصاحبتي بدينا كنغوتو وخرجنا كنجريو من الدار. هابطه في الدروج وكنسمع ضحكو، كان كيضحك بالجهد بحال شي حمق. جاو البوليس وشدوه، مشينا وعينا ما نفسرو ليهم بلي الولد ماشي طبيعي، وعطيناهم الاوراق ديال الطبيب. في الاول داوه الاصلاحيه، ومن بعد حولوه لسبيطار الامراض العقليه. طلقت انا وراجلي بسبب هادشي، ومن تماك مشيت نعيش على برا، مبقيتش قادر نعيش في ديك المدينه وفي البلاد كامله، ولكن داكشي كنحس به باقي تابعني. دازت تقريبا 3 سنين، مشيت لوروب فيها. واحد النهار تلقيت واحد الاتصال اللي دمرني من الداخل، وفي نفس الوقت ريحني،
واخا ما نظنش كاينه شي ام اللي كتقول هاد الهضره. جاني اتصال من السبيطار اللي فيه ولدي، قالوا لي بلي لقاوه ميت، ميت موته خايبه، موته اللي ما عندها حتى شي تفسير. طلبوا مني باش نجي نتاكد من الجثه، ولكن انا قلت لطليقي سير انت حيت ما قدرتش نمشي. مشاو بالفعل اكد لي بلي هو اللي مات. دازت 4 سنين موراها عاد رجعت للمغرب، ولكن حالتي ولات خايبه بزاف. ما بقيتش فرحانه واجتماعيه كيف كنت، ما بقيتش كنتلاقى بصحاباتي، وليت غير في الدار، ولا خرجت مره كنمشي للبحر ولا للجرده. ما كيعجبنيش نبقى حدا الناس. فهمت بلي هذاك الولد من الاول ما كانش ديالي، وما كانش خاصني اصلا نعترض على القدر ديال الله ونتحداه، وكانت هذه هي النتيجه. وكنتمنى اللي يسمع لهاد القصه ما يديرش نفس الغلط ديالي، تقبلوا اي حاجه طرات حيت هي اللي فيها الخير ليكم. وهنا كتسالي قصتي، نتلاقاو في القصه الجايه، والسلام عليكم. Thank you.